ولمزيد حول استمرار جرائم إيران والميليشيات الموالية لها في العراق في ذكرى يوم الشهيد، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان السيد حسين العليان الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ حسين. أهلا ومرحبا أخي. إذن تمر اليوم الذكرى 39 لقتل القوات الإيرانية عددا كبيرا من الأسرى العراقيين، وهذه الذكرى تتجدد بطبيعة الحال، والعراق يعني كما يقول مراقبون هو في الحقيقة محتل إيرانيا. كيف ترون هذه الذكرى أو تعيشونها في ضوء ما يحياه العراق اليوم؟ يعني في البدء نترحم على كل الشهداء اللي سقطوا دفاعا عن ديارهم وأوطانهم وأهاليهم، ويعني هم سيبقوا رايات في تاريخ هذا البلد، وما خلا ذلك كله سيكون زيف، يعني تسحب مياه الأمطار والبحار. الحقيقة السلوك الإيراني من بدء الحرب في عام 80 إلى أن انتهت الحرب العراقية الإيرانية والإيرانية العراقية وليست العراقية الإيرانية الحقيقة، كان سلوك أقرب إلى الثأر وسلوك أقرب إلى الدموي منه إلى السلوك الإنساني الحضاري اللي بتعامل وفق على الأقل الشرائع السماوية اللي يتغنى بها الإيرانيين صباح مساء ولا يطبقون منها شيئا. نعم. ما بعد احتلال العراق يعني أيضا استمرت سياسات العراق الإيرانية وتعاملت مع العراق بشكل ثأري وانتقامي، يعني لم يشفع للعراقيين أنهم مسلمون وأن الحرب انتهت وأن هناك اتفاق وقف إطلاق نار وأن هناك كان محادثات سلام، ومع ذلك مارس الإيرانيين ما مارسه الأمريكي والإسرائيلي في العراق، وكان العراقيون يقتلون من كل حدب وصوب، والإيرانيين لم ينطقوا ببنت شفا دفاعا عن العراقيين بما فيهم العراقيين يعني المحسوبين. نعم. مذهبيا عليهم. نعم. هنا في هذه النقطة بالذات أستاذ حسين، يعني هذه الجريمة التي تركت جرح غائر في أرواح 3000 عائلة عراقية، مع الأسف أن ميليشيا بدر شاركت فيها، وهذا اللي يحتاج إلى تفسير ربما، اشتراك عسكريين من المفترض أنهم عراقيون في تعذيب وقتل إخوانهم الذين وقعوا في أسر العدو، وهذا يعني هذا ليس جديد. نعم. صديقي العزيز، هذا ليس جديد ولا في يعني في تاريخ الشعوب والحضارات تصير اكثر من هيك جرائم واكثر من هيك انحطاط. يعني انت عندما تبيع مبادئك وتبيع اهلك ووطنك خلص ببطل للانسان قيمه، سواء القاتل او الانسان المقتول ببطل يعني له بواكي في هذا الموضوع. فهؤلاء من باع نفسه للشيطان خارج حدود مصالح وطنه وشعبه وأهله أكيد هو عبارة عن منحط وساقط لا يمكن التعامل معه بالمعايير الإنسانية والوطنية، وسيبقى هذا وصمة عار في جبين كل من شارك في قتل. طيب هذا أمر واضح أستاذ حسين، لكن بماذا يمكن تفسير بيان وزارة الدفاع العراقية حول رفاة عدد من الجنود الذين قضوا في هذه المجزرة، لم تذكرهم على أنهم شهداء، في حين أنها تذكر أن قتل الميليشيات أو أن قتل الميليشيات بصفة عامة يكرم ذووهم وتعامل عوائلهم على أنها عوائل شهداء؟ اليوم قلبت موازين القوى في البلد، قلبت موازين القوى في البلد، والثوار المجرمين القتل اللي عملوا الحساب الأمريكي والحساب الخارج الإيراني وغير الإيراني هم اليوم يمسكون بزمام السلطة والتاريخ والإعلام، ويمسكون بزمام المصالح وتخويف الناس، وبالتالي الحديث أكيد كل المعايير رح تختلف. أما أن تنطق وزارة الدفاع ولا تدافع عن شهدائها في حين الإيراني يدافع، يعني أنت اليوم الإيراني في نص عقر دارك وفي كل مكان يدافع عن رجالات الذين سقطوا في الحرب أو قتلوا. منطق التاريخ أعوج، التاريخ للأقوياء وليس للضعفاء، يعني التاريخ يحتكم إلى قانون القوة وليس إلى قوانين المثل والأخلاق وقوة القانون، يعني هذا
ديدن البشرية. في هذه النقطة هل تعتقد أن ما تقوم به الميليشيات الموالية لإيران في حق المتظاهرين على سبيل المثال هو امتداد للسياسة الإيرانية في الثائر والانتقام من الشعب العراقي ومن كل من يقول لا لهذا المشروع في العراق؟ هم اليوم حالة واحدة، يعني إذا بنتش النفوذ الإيراني في العراق لن يتبقى هناك ميليشيات، فهي تدافع عن مصالحها قبل أن تدافع حتى عن إيران. يعني هؤلاء إذا ما اختل ميزان القوة في العراق فلن يبقوا في العراق، كلهم سيغادروا العراق ويهربوا ومن يكونوا قتلى في الشوارع لحساب الناس التي ستثأر منهم. نعم. يعني فأنت يعني الإيراني ما إجا في أغلب المواقع، الإيراني ما إجا وقتلني، الإيراني نعم. أشرف على قتل بجوز من البعيد لبعيد بأوامر بتخطيط إلى آخره، بس هو نفذ بأيدي عراقية، وهون الكارثة الأكبر يعني في هذا الموضوع. نعم. أشكرك جزيلا أستاذ حسين عليان الكاتب والباحث السياسي. طبعا نحن نستذكر هذه المجزرة البشعة بحق العشرات من العراقيين في ذلك الوقت، ولا يزال الدم العراقي مسفوح ومسفوك حتى هذا اليوم. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى إن شاء الله.